السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ وليد متوكل الجزء رقم 2. قبل ما نبدأ الله يرضي عليك غادي تشوف الفيديو إنفو غادي تبداه، لقيتي راسك كتفهم غادي تقول مع راسك الأستاذ غادي نستافد منه مزيان، كمل معايا الفيديوهات. ما لقيتيش راسك غتستافد قلب على الأستاذ باش تستافد. تفرجوا في الأساتذة كاملين، كيف الأستاذ مصطفى أدردور، كيف الأستاذ عمار، كيف الأساتذة اللي كاينين بزاف في اليوتيوب، بزاف في فيسبوك، بزاف في الانستغرام. تفرج لقيتي راسك غادي تستافد معايا، سي بون نديرو ليت فليت ونكملو. اول حاجه نقول لك رقم 7، يعني ضروري ترجع تشوف لي الجزء الاخر. رقم 7 شوف لي الجزء الاخر باش تفهم، باش تزيد. بدا ليا من واحد، راه بدينا من واحد حتى للزق. نبداو على بركه الله، بغيتي تكمل هذا الفيديو كملو. نبداو في الليميت الاولى وغنفصلها. لا ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني الان اكس مربع زائد واحد على اكس. شويه علينا، فصل اكس فين خدام دابا، اكس فين غادا، بلس لانفيني اكس يؤول الى بلس لانفيني سي بون. شحال من نهايه كنعرفوا اوفوازيناج يعني بين جوار بلس لانفيني، جوج جوج شعاع اكس اكس ساؤول الى بلس لانفيني، وهذا الشيء هذا راه غادي بلس لانفيني. غنشرحوا لك، غنخدم بوحده في هذا، يا اما غنخدموا بالان اكس يا اما غنخدموا بالان اكس على اكس عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني. لا ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني و ln اكس بلس لانفيني راه بحال هكا، ln بلس لانفيني تساوي بلس لانفيني، ln اكس و اكس تنفيغ بلس لانفيني، دونك هي بلس لانفيني، ln اكس عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني هي بلس لانفيني، اكس غادا بلس لانفيني، ln دو اكس اش غتعطيني؟ بلس لانفيني، ln اكس على اكس ما غتعطيكش بلس لانفيني، زيرو. ما ناقشش انا دابا زيرو بلس ولا زيرو موان، بلس لانفيني صفر، وحده في هذا وحده فيهم. شوف خويا فاش غتمشي تعوض هاد الشيء الفوق غيعطيك بلس لانفيني، و اكس بوحديتو ها هو بلس لانفيني، البسط بلس لانفيني، المقام بلس لانفيني، شكل غير محدد، فورم انديتيرميني، كتبها الى اول مره غتشوفها، بلس لانفيني على بلس لانفيني، شكل غير محدد، لا نهايه على لا نهايه، شكل غير محدد، مزيان، وحده في هادو، يا هادي يا هادي، دابا هادي ما بيناش، هاتا ان اكس مربع زائد واحد. كاين هاد اكس، شوف شوف هاد اكس اللي غندور عليها، هاهي انا، يعني غنخدم بهادي، غيبقى خاصك تتعلم تجبدها، كيما غنديرها تعاود تخبطها، وقف الفيديو وعاودها، شي إلا تفرجتي، إلا ما عرفتيش تجبد تحسب الليميت، وقف الفيديو وعاود راسك الميطود، شوفها، تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس إلى بلوس لانفيني، إلين، افتح القوس. خويا غنعمل باكس مربع في وسط الالان، هي اكس مربع عامل، اكس مربع ملي عملت بها هاد اكس مربع شنو كتولي دائما واحد، هي اللي معمل بها، زائد هاد واحد هذا تنكتبو واحد على اكس مربع، والكل مقسوم على اكس، صافي هذا التعميل، عملت باكس مربع بقات في بلاصتها واحد، هنا واحد نقسم على اكس مربع، ديما كنقسم على هذاك اكس مربع اللي عملت به، تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني. شوف مزيان، شوف مزيان الله يرضي عليك، هنا كاين ضرب، كاين واحد اللعيبه زوينه، هاد الالات داله تحول الجداء الى مجموعه، غيفكك ليا هاد الشيء، كيفاش غيفكك؟ غيفرق ليا، غيفرق الشمل هنا، اكس مربع بحده وهذا الشيء الخير هذا كامل بوحديته، اكس مربع بحدا يعني غتولي الين اكس مربع زائد الين، شنو كاين وسط القوسين هنا؟ ها القوس هذا واحد، هنا زائد واحد على اكس مربع،
الله يرحم لك الوالدين، هذه خاصيه انا غنكتبها لك على اكس. شنو كتقول هذه الخاصيه اللي درت انا هنا؟ شنو هي الخاصيه؟ هي الان ا في بي تساوي الان ا في بي، كل وحده كتشد طريق الان ا زائد الان بي، بحيث ا اكبر من الصفر قطعا و بي اكبر قطعا من الصفر. ما سوق ليش حنا سيدي عقل لي انا على هذا ا في بي تتفرق هي الان ا بحده زائد ماشي في زائد الان بي بحده صافي، هي اللي درت هنا الان اكس مربع بوحده، وهادشي اللي بالحمر بوحديته مزيان. غنقسم هذا المقام هنا فرق هذا الخط هذا عدي الحق، يعني تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني، تبعها بحال هكا ايطاب باغ ايطاب. الان اكس مربع على اكس زائد قلت لك فرق ياك، قلت لك فرق هذا يجي الطرف هنا والجزء الاخر هنا، ها اكس هاد اكس هادي مشات هنا وهنا، الان واحد زائد واحد على اكس مربع صافي. الخاصيه اللي طبقتها انا راه ساهله باش فرقت. تيقول لك سيدي ملي يكون عندك ا زائد بي على سي هذا يخالف الصفر، هي ا على سي زائد بي على سي، قسمت هذا الشيء من هنا عندي الحق صافي. هذه الشيء اللي طبقت هنايا خواص ديال الاعداد الكسريه، تبع معايا مزيان مسحت واحد النهايات غنحتاجهم دوماج. هاد الجوج هادي الشيء هاد الجوج هادي شو السهم شو السهم شو السهم شو السهم جات لهنا، يعني تساوي لا ليميت عندما يقول اكس الى بلس لانفين. اسيدي لوغاريتم نيبيري ال ان لوغاريتم نيبيريان، اللوغاريتم النيبيري فاش يكون عندي الاس فوق من هاد الاكس هذا تينزل لهنا ديما. وها انت بمعنى الان اكس اس 4 تساوي الربعه غتجي لهنا ظهر الالان 4 الان اكس، غير هاد اكس يكون موجب كان سالب. عندنا واحد التخيك اكس يقول الى بلس لانفين، اكس راه موجب جوج نزل يعني جوج الان اكس، علاش مقسومه على اكس صافي زائد ما عرفتش واش غيكون باين هنا، دونك غتعطيني اكس يؤول الى بلس لانفيني، غنصغر شويه الكتبه جوج الان اكس على اكس. هل اللي كتبها غي الان اكس على اكس زائد الان واحد زائد واحد على اكس مربع على اكس، الان اكس على اكس زيرو. رجع الفيديو تفكر معايا، الان اكس على اكس باش يور بلس لانفيني هي صفر، غيبقى لكم هذا حسبه سهله. كيفاش حسبه سهله؟ اجي شوف معايا هادشي اش غيعطيني، غندير لك التعويض الان واحد زائد واحد على بلس لانفيني اس 2 والكل مقسوم على بلس لانفيني. دونك هنا اش غادي يبقى عندي في النتيجه؟ غيبقى عندي هنا سي بون سي بون سي بون، بدينا من هنا من الان الان واحد فوالا. دونك غنخليو حنا هنا غندير لكم هنا لو دو باش ما تبرصطوش من بعد، باش تجي في الفهمه واضحه باش تفهم ليا مزيان. بدلت العدد بجوج من الاحسن جوج او لا فوالا. دونك هنا نخليو واحد باش ما نطيحوش في كونفلي، غنخلي هنا واحد ماشي مشكل هنا عادي. دونك واحد 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 فوالا، قلنا هنا واحد هنا خليت واحد مزيان. بغيت نبدل واحد العدد، شنو اللي بغيت نبدل؟ هذا هنا هنا غنخلي لك جوج، وهنا غنخلي لك جوج، وهنا غنخليو جوج مزيانه، هنا غندير جوج. هاي عملت اكس مربع خبي اكس مربع قالت لي جوج زائد واحد قسمت على اكس مربع صافي عادي. دابا هنا شحال خاص تبقى عندي؟ جوج. انا نقول لك علاش بغيتكمش تمشكلوا. دونك هنا واحد على اكس مربع هي صفر، واحد على بلس لانفيني هي زيرو، هنا قلنا جوج ها هي جوج هنا، واحد على بلس لانفيني مربع هذا ديما هو صفر. راه اي عدد راك تمشي هذيك المره، واحد على بلس لانفيني يساوي جوج على بلس لانفيني يساوي ثلاثه على بلس لانفيني يساوي اربعه على بلس لانفيني يساوي خمسه على بلس لانفيني تساوي صفر.
كتبها وبقى باش تعاودها. اي عدد الى قسمنا على اللانهايه كيعطيني زيرو. دونك هنا هذا الشيء هذا غيعطيني صفر. مازال اش غيبقى عندي؟ هانت هي الان هي الان عندنا جوج زائد واحد على اكس مربع هي صفر، كلشي مقسم على بلوس لانفيني. الان شحن القوس جوج زائد صفر جوج على بلوس لانفيني الان جوج راه غير عدد، هذا راه غير عدد، غطابيه في الكالكولاتريس غيعطيك القيمه. الان جوج عدد قسمنا على بلوس لانفيني شحال غيعطيني؟ صفر. يعني هذا الشيء هذا هو هنا هذا الشيء اللي كاين هنايا الله يرضى عليك يساوي صفر. سي بون دونك النتيجه هنايا شوف معايا مزيان، هذا زيرو وهذا زيرو يعني تساوي ليميت هي صفر. كنجي كندير واحد لي ان جوج د المقيطات لا ليميت خويا تكتب لي ال اكس على اكس تساوي صفر، اكس بجوار بلس لانفيني ها بجوار. ثانيه و لا ليميت اكس يؤول الى بلس لانفيني ال جوج زائد واحد على اكس مربع سد القوس على اكس ثانية تساوي صفر، لان و نهاية الثانية بجوج بهم زيرو زيرو صافي سالينا سداش. مادام هنا حسبنا ليميت الاولى هنا راه جوج اكس مربع، قلنا هنا جوج اكس مربع من الاحسن. انا عارف علاش تجنبت انني نخدم اكس مربع. بون دوز لا دوزيام ليميت، ليميت الثانية لا ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني. وقف هنا اكس في الغالب بلس لانفيني، شحال من نهايه كنعرف بلس لانفيني دابا؟ جوجات. لا ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني الى اكس بوحديتها هي بلس لانفيني، ولا ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني الى اكس قسمه اكس تساوي صفر. غنزيد لك واحد النوت هنا، شتي هاد اكس هذا يقدر يكون اكس، يقدر يكون واحد، يقدر ما يكونش واحد في الاس، يقدر ما يكونش واحد، يكون جوج، وإلا ما كانش جوج شحال غيكون؟ ثلاثة، وإلا ما كانش ثلاثة، اكس أس ربعة، وإلا ما كانتش أس ربعة، أس خمسة، وإلا ما كانتش أس خمسة، أس سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حتى لواحد العدد آمن، صافي، تتبقى صافي. كيما بغا يكون بس واحد جوج ثلاثة أربعة اللي بغا يكون صافي. حنا الإمتحان ما تجيناش هذيك فيها وكذا إكس أس شعادة. عندي إكس ناقص ألان إكس مربع زائد جوج. أول حاجة كنديرو كنمشي كندير التعويض إكس بلوس ناقص ألان إكس مربع زائد جوج، خلي غير إكس مربع بحال هي بلوس لانفيني مربع، هاد اكس مربع هي بلوس لانفيني مربع اللي طبعا غادي تعطيك بلوس لانفيني ناقص الان بلوس لانفيني بلوس لانفيني ناقص الان بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني بلوس لانفيني ناقص مع الزائد موان لانفيني شكل غير محدد. وعندك خويا بلوس لانفيني ديال لي شومبر ديال الغرف ونقصي منهم موان لانفيني ديال الناس، شحال لقات من غرفة خاوية؟ راه ما غاتعرفش لأنك ما عرفتش شناهي بلوس لانفيني وموان لانفيني. داكشي علاش إلا شدينا بلوس لانفيني ونقصنا منها موان لانفيني مفارقة في الرياضيات ما يمكنش نعرفو، ما يمكنش نعرفوها، كنسميوها شكل غير محدد ما محدينوش. ألوغ شكل غير محدد ما خارجاش تعويض نيشان ما عطاش، تنبدا نخدم العقل ديالي تترجع عند الأستاذ وليد. شنو قال لي الأستاذ وليد؟ قال لي الآلام في وسط منها بلوس لانفيني و إكس يؤول إلى بلوس لانفيني خاصك تخدم بوحدة فيها. أشنو في نظرك باش نخدم؟ الثانية كيما قبيلة يعني خاصني نقسم هنا على إكس. كي غادي ندير؟ غنمشي نعمل هنا وهاد إكس هو باش غنعمل لا ليميت عندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني إكس ناقص آلام. شكون هو اللي كبير هنا؟ اكس مربع ولا جوج؟ اعلى درجه اكس مربع، كنكتب اكس مربع وكنمسح قوس كنقول مع راسي هنا كاينه اكس مربع شحال غادي تبقى في بلاصه اكس مربع؟ غادي تبقى عندي واحد زائد جوج. هنا راه نفس المثال ديال قبيله، هنا غادي نعاود ثاني نحط هنا غادي ندير مثلا ندير لكم هنا نديروا العدد ثلاثه
3 زائد 2 على اكس مربع. من الاحسن باش تخدم اليس، دونك خليو لي هنا 3 اكس مربع، وقبيله هنا درنا 2 اكس مربع 3 صافي. ونخدموا عليها في الامثله الاخرين 3 باش نوصل لكم الفكره، عاد باش نكمل هنا اكس مربع. شوف كان عندي التعبير هو 3 اكس مربع زائد 2، باش غادي نعمل هنا اكس مربع، هذا راه 3 اكس مربع، تناخذ هذا اكس مربع تنشطب هنا، اش غتبقى ليا 3 زائد 2 ما كايناش اكس مربع كنقسم عليها، سلمنا ما يكون، يعني هادو سوسون دي تكنيك خاصنا نشدوهم مزيان. شوف هاد النقيطه بالاحمر ضرب فرقهم فرق 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 اكس مربع جيبها بحدها تساوي لا ليميت عندما يقول اكس الى بلوس لانفيني لاكس ناقص. شوف كاين هاد الناقص خطيره جدا هنا، دير هنا ناقص ناقص صافي، ها الناقص بالاحمر ها الناقص بالاحمر، وإلا كانت ناقص بالاحمر غنفتح قوس بالاحمر باش ترد بالك رد بالك الان اكس مربع انا فرقتها هاد في شنو غتولي زائد الان 3 زائد 2 على اكس مربع سد القوس ديالي كما درت قبيله كما درت قبيله تساوي دابا الجوج اللي كاين هنا شنو قلت لنا قبيله غادي تجي غتهبط لتحت يعني غتولي لا ليميت اكس يؤول الى بلوس لانفيني ها السهم ها بلوس لانفيني عندي هنا اكس ها اكس ناقص ها ناقص جوج وغتجي لهنا جوج الان اكس زائد ها زائد الان 3 زائد 2 على اكس مربع. نتمنى انا من الكلام ديالي يتفرج ويعاود يتفرج ويعاود ويكتب ويعاود يخدم الا بغى يستافد تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى بلوس لانفيني جاء دور التعميم غنعمل اكس اكس عامل مشات اكس تبقى في بلاصتها واحد قدامه ناقص جوج الان اكس ما كايناش هاد اكس يعني جوج الان اكس على اكس هاد اكس هادي راه ديال الان زائد ثاني هنا ما كايناش هاد الان اكس الان 3 زائد 2 على اكس مربع على اكس الله يرحم لك الوالدين الان اكس على اكس صفر هاي الان اكس على اكس صفر صافي مفاهمين شوف معايا مزيان تبع معايا مزيان 2 على اكس مربع صفر يلا قلتها قبيله قلنا 2 على بلوس لانفيني مربع راه هي 2 على بلوس لانفيني واي عدد على بلوس لانفيني صفر في هذه الحاله صفر موجب صفر 2 على اكس مربع انا مشطب عليها صفر شحال غتبقى عندك الداخل ديال الان غتبقى الان 3 زائد صفر هذا الصفر راه هو 2 على اكس مربع كامل على بلوس لانفيني شنو هي الان 3 زائد صفر 3 زائد صفر 3 الان 3 راه ديرو في الكالكاتريس ولا كالكيلاتريس غادي تحسب الان 3 الان 3 عدد هذا هنا راه عندي عدد حقيقي عدد عدد علاش مقسوم على اللانهايه شحال خاصو يعطيني صفر صافي يعني الان 3 على بلوس لانفيني هذا تاهو شحال غيساوي صفر وهذا شحال غيساوي صفر وشنو غيبقى عندي واحد واحد فاش مضروب هنا في اكس واكس فين غادا بلوس لانفيني اكس هو بلس لانفيني وبلس لانفيني فاش مضروبه في واحد بلس لانفيني دونك هادشي كامل في الاخر يساوي بلس لانفيني باش تزيد تفهم عاود عاود هاد اللقطه هادي عاودها باش تزيد تفهم الا ما فهمتيهاش اكس بلس لانفيني هذا واحد ناقص صفر زائد صفر دونك هي واحد بقات لي عاد بلس لانفيني الاولى درت تساوي بلس لانفيني غاتكتب لي لان الان اكس على اكس تساوي صفر الان 3 زائد 2 على اكس مربع على اكس حتى هي تساوي صفر ولا بغيتي تزيد هاد 2 على اكس مربع تساوي صفر كتبها مزيان صافي هذا المثال الثاني اجي نخدموا على المثال رقم الى مثال نخدموا رقم 3 في المثال رقم 3 بصح هاد لي ليميت هنا هنا عندي الزيرو بلس
هنا كاينه زيرو بلس مازال وعنسى دابا بلس لانفيني عندي الزيرو بلس في الصفر بلس باين هنا اصلا خارج انا ما عندي ما نحسب هادي راه ساهله لا ليميت عندما يؤول اكس الى صفر بلس الان اكس مربع زائد واحد ناقص اكس هادي راه خارجه الراسه كيفاش خارجه الراسه الان صفر مربع اكس راه هو صفر يعني اكس هي صفر مربع زائد واحد ما تبقاش تشوف اكس شوفوا زيرو ناقص زيرو هي الان صفر مربع راه هو صفر واش غيبقى عندي واحد ناقص صفر الان واحد غنكتبها لك هنايا بالخضر كاين اللي باقي ما عارفاش شي الان واحد الان واحد الله يرحم لك الوالدين لما سير ديرها في كالكيلاتريس الان واحد غتلقاها هي زيرو هذا راه داخله في الخاصيات ديال الان الان واحد حتى هي صفر دونك شحال غتبقى عندي في النتيجه في الاخر غنديرو هذه نيشان هنا تساوي صفر هذا راه التعويض هذا ما فيه والو حيت غتبقى عندي الان صفر زائد واحد هي الان واحد ناقص صفر هي صفر هذا المثال هذا زهق هنا في غير التعويض ما كان عنده حتى اوبجيكتيف رقم 10 المثال رقم 10 مهم المثال رقم 10 راه درت بحالو في السيرين الاولى يعني من واحد لسته شوف العشرة شوف العشرة الان لا ليميت عندما يؤول اكس الى صفر بلس في واحد النوت مهمة الان اكس ناقص اكس على الان اكس زائد اكس قبل ما نكمل الله يرضى عليك والله العظيم ثم والله العظيم ثم اقسم بالله الى هذا الشيء هذا كيبغي الخدمة تعاود تخدم باش يتشد لك هادشي في دماغك هاد لي نوت باش يتشدو في دماغك نمشيو نخدمو هنايا فين خدامين حنايا في الزيرو بلس كيفاش في الزيرو بلس الزيرو بلس اكس يؤول الى الزيرو بلس عندي جوجات عندي جوج هي ليميت في الصفر بلس ياك الان اكس تساوي ناقص ما لا نهايه كتبهم بربعه حداك في ورقه ولا ليميت عندما يؤول اكس الى صفر بلس الا كانت الان اكس الى هذه ما خدماتش اللي تنخدموا بها الثانيه هي اكس الان اكس حتى هي تعطيني صفر هاد اكس يقدر يكون هنا واحد والا ما كانش واحد شحال غيقدر يكون جوج والا ما كانش جوج ثلاثه وإلا ما كانش ثلاثة أربعة وإلا ما كانش أربعة خمسة وإلا ما كانش خمسة غنبقى غادي ستة سبعة ثمانية ثاني حتى الآن دونك يكون فوق الأسليب غيكون ماشي مشكل بحال تكون مثلا إكس مربع ألان إكس حتى هي غتعطيني زيرو إلا كنت خدام زيرو بلس إكس أس ثلاثة ألان إكس حتى هي غتعطيني صفر إكس أس ربعة ألان إكس حتى هي غتعطيني صفر ما شرطش البال ألان اللي فاهم راه ما شرطش البال ألان تنشوف عاد إكس إكس غالب على الألان دونك شو ساوي شوف معايا مزيان دابا المشكل الا مشينا عوضنا هنا نيشان غتولي الان اكس الان اكس فاش تنكون خدام صفر بلس هي موال انفين هادشي عطيني موال انفين ناقص اكس هو صفر دونك الفوق اش غتبقى موال انفين صفر دايما حيدو من الحساب وبسط فيه موال انفين المقام الان اكس هاي الان اكس موال انفين موال انفين زائد صفر صفر غنحيدو دونك بقات ليا فوق موال انفين على موال انفين الشكل غير محدد مشاكل الان اكس ما خدماتش بالتعويض المباشر عطاتني شكل غير محدد وهنا الان اكس فاش خاصو يكون مضروب في اكس كي غندير كاينه ميثود كاينه اون ميثود تبع معايا لان جديده بحال هذا المثال هذا ها كيفاش غنخدم غنعمل باش غادي نعمل هنايا ما نعملش في اكس حيت الا عملتي في اكس راه غتولي في ان اكس على اكس وكحلتيها هذيك في بلس لانفيني هاد ان اكس على اكس تنخدموا بها في بلس لانفيني راك خدام دابا في زيرو بلس و اكس الوسط زيرو بلس
هذا اللي كاين هنا راه زيرو بلس. دونك غنعمل بالالان، الا ما كنتش غنعمل بالاكس نعمل بالالان. ملي كنقول لك تعمل بالالان يعني غيجي لتحت زيرو بلس. شوف الان اكس عام شحال غيبقى في بلاصه الالان ملي غنحيد الالان شحال غيبقى؟ واحد. راه كاين اللي باقي تيتعجب، هنا راه كاين واحد وهنا راه كاين واحد، دونك غيبقى هاد الواحد. ها ناقص هنا عندي اكس، غنجيبوها مقاده، واحد ناقص اكس على الان اكس. ومني جاتني هاد الالان راه عملت العدد اللي ما عندوش هاد اكس هذا واش فيه الان؟ لا قسم علي، هنا كاين الان، ها هي الان اكس بعد ديال التعميل الان اكس عامل، هنا كاين الان شحال غادي يبقى؟ واحد. هنا كاين زائد اكس ما كاينش الان قسم عليا. صافي مفهوم؟ جيسبيغ ان لحد الان يكون هنا مفهوم هادشي هذا. فوالا دونك غادي نكمل هنا تساوي، غنشطب على الالان مع الالان، هذا هو الاختزال وكان هذا هو الهدف. لا ليميت عندما يؤول اكس الى صفر بلس واحد ناقص اكس على الان اكس على واحد زائد اكس على الان اكس. دونك فاش كنكون نخدم هنا قولية دابا المشكل هنا عندي واحد وهنا عندي واحد، شتي في الاخر هاد الشيء هذا واحد قسمه واحد، غتبقى واحد قسمه واحد هي واحد، دونك هاد ليميت خرجت هي واحد. يعني شنو؟ شحال درت لهذا؟ صفر. وشحال درت هنا؟ صفر. ولكن علاش؟ شوف معايا مزيان، اكس ها اكس، ما تبقاش تشوف اكس، اكس هو صفر بلس، والان صفر بلس، الان اكس، الان اكس، غتبقى عقرب في زيرو بلس، الان اكس، ها الان اكس هي مولاها فيه. صافي شحال غادي تعطيني؟ صفر. زيرو على اللانهايه هو زيرو، ياك ما داخلش اشكال غير محدده، صفر على اللانهايه هو صفر. صفر ثاني بلا ما نبينو هنا، شوف اللي فاهم مزيان غيبان لي هنا ان واحد على موال انفيني هي زيرو موان، وزيرو بلس زيرو موان هو يعطيني زيرو موان، ما عندنا ما نديرو بها، ما عندنا ما نديرو بها، ما علينا. دونك هنا هذا مشى لصفر، حيت الفوق اكس هو صفر بلس والان اكس هو موال انفيني. ها هو شنو هنا؟ اكس راه هو زيرو والان اكس، الان اكس هي موال انفيني، صفر على اللانهاية شحال غادي تعطيني؟ صفر. سالاش هنا دونك النتيجة شحال غتبقى؟ واحد. غتزيد ليا التعليل، التعليل غدير بين قوسين، هذا التعليل اللي غنكتب هنا ديال هنا ديال هنا، لأن لا ليميت عندما يؤول اكس إلى بلس لانفيني لآلان اكس أو لا لإكس اكس على آلان اكس تساوي صفر. إذا كانت هذه صفر وهذه صفر غيبقى واحد قسمه واحد هو واحد. صافي دونك هنا غنكونوا طرقنا هذا المثال، أتمنى أن حد المثال رقم 10 نكونوا فاهمين. ما تنساش أنني مازلت نقول لك أن غادي نصحح بزاف ديال الأمور، يعني بنفس الريشم نصحح معك لأن تهمني مصير تلامذي وغادي نكمل معاهم. يعني تفرج الله يرضي عليك في الفيديوهات، ريكوردي تيليشارجيهم سجلهم عندك كتب في الورقه غتستافد، واللي ما فهمتيهاش عاودها، واللي ما فهمتيهاش عاودها. انا غنخدم هادشي مع التلامذه وغنعاودو معاهم، غنبقى خدام معاهم ونعاودو معاهم حتى ان شاء الله يدوز الامتحان الوطني على خير. دونك الفيديو الماجي غادي نبدا من 11 و12 وغادي نزيد عليهم واحدين اخرين ان شاء الله اللي غادي نخدم فيهم جزء رقم 3. نقدر ندير واحد الجزء تمهيدي غنسميه جزء تمهيدي، غندرس فيه واحد البدايه ديال هادشي، يعني الشرح ديال اللوغاريتم النيبيري نهايه اللوغاريتميه من الاول. الاستاذ وليد مشوكيل يحييكم، شكرا، موعدنا في الجزء الثالث ان شاء الله.